وزارة التربية ترد على أنباء تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد بسبب موجة الأمطار. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. حياكم الله متابعينا الكرام، حيث نفت وزارة التربية اليوم السبت عن وجود أي تأجيل لدوام المدارس يوم غد الأحد. وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق أن الوزارة أتمت كل استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد يوم غد الأحد، نافيا كل الأخبار التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وجود قرار لتأجيل الدوام. وأضاف أن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة على عودة الدوام في المدارس للعام الدراسي الجديد وفق الإجراءات الوقائية ووفق آلية أعلن عن مضامينها في بيانات ومؤتمرات سابقة. وكانت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الساعات المقبلة أخباراً مزيفة تتحدث عن تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد بسبب موجة الأمطار الحالية، الأمر الذي نفته وزارة التربية جملة وتفصيلا. متابعينا الكرام، إلى هنا ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. تحياتنا لكم.